السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. عم الشيخ، بالنسبة للزكاة، لو معايا 100,000، قيمة الزكاة 2.5%، 2.5% دي لو وزعتها طول السنة هل يجوز؟ قبل أو بعد؟ قبل حلول وقت الزكاة أو بعد حلول وقت الزكاة؟ يعني أنا حاليا معايا 100,000، تمام؟ أيوة، يعني عفوا، وقت إخراج الزكاة حل عليك أو لم يحل؟ لا، حل علي ودفعت، بس الجديد لسه. افهم كلامي، إذا كنت ستدفع الزكاة مقدما جاز، لكن إذا حل وقتها ومعك المال والفقير موجود لا تخرجها خلال سنة قادمة، لأن بقاءها في المال يلوثه. تمام، فمقدما المقدمة لا بأس. تمام عم الشيخ، شكرا لك. تمام.